تعرف، مجرد أني واقفة هلأ وعم بتطلع بالسما بحرية، هي لحالة بالنسبة إلي نعمة كتير كبيرة. هلأ صرت حس بقيمة هي النعمة أكتر. مشتاقة للحرية؟ قليلي، ما اشتقتي لشي تاني؟ لا بلا، طبعا اشتقت. مثلا لمخدتي، وشو كمان اشتقت فيه؟ على صوت انجر مثلا. اشتقت للفطاير يلي بتعملن مليكة. في كتير شغلات اشتقت لها واستفقت لها كتير، ما فيني اعبر بالحكي. استني، شوفي لوين. يا الله يا أمير، ما أحلاها. شو خطر لك تجيب حمامة؟ انتي حكيتي لي مرة انه كان في حمامة مصابة، عالجتيها ورجعتي عطيتيها حريتها. ايه، لهيك خطر لي جيب لك حمامة، لانه بدي اياكي ترجعي تعيشي نفس الشعور وتعطيها حريتها. بالشعر بيسموا هذا الريش اللي حوالين رقبة الحمامة بيسموه طوق الحمامة، وهذا الطوق له دلالات كتيرة. طوق الحمامة له معاني قوية وعميقة كتير. سمعاني فيه؟ لا، ما سمعت فيه من قبل. لأنه الريش اللي على الرقبة ما بيهر مثل الريش اللي بباقي الجسم غير لحتى تموت. لهيك هذا الطوق بيرمزوا فيه للحب الأبدي، الحب اللي بيرافقنا لآخر العمر، بالضبط مثل حبنا. طوق الحمامة بيمثل حبنا الأبدي.
عن جد غريب، لأنه أنا مرة سمعت إنه كمان بيدل على القيود والسجن. إله كتير معاني. لا، أنا برأيي الأصح هو المعنى اللي أنت قلت لي، رمز الحب الأبدي هو أنسب لحمامة لطيفة ومسالمة. خايف إذا ضلت بين إيديكي تتعود على الحنية والدفى اللي بين إيديكي ويصير ما بدها تبعد عني. يلا طيريها، عطيها حريتها، يلا بسرعة لأنه أنا بلشت غار منها. جاهز معي؟ لما أقول ثلاثة يلا جاهز. واحد، اثنين، ثلاثة. وانتي كمان مثل هاي الحمامة رح تطيري وترجعي لعندي عن قريب وحياتك. بعرف وقتها ما رح بعد عنك أبدا. رح يخلص الوقت، ما معنا وقت كتير. على فكرة أنا نسيت موضوع الشرطة بالمرة، ما حسيت بالوقت ونسيت حالي معك. يلا لازم ننزل. رؤي ما تستعجلي هلا، لسه معنا 8 دقايق تقريباً.